بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناءنا وبناتنا الطلبة، أسعد الله أوقاتكم جميعا. موضوعنا اليوم جمع المؤنث السالم. قد يكون يعني لأي سبب من الأسباب أن الطالب عنده خلفية عن الموضوع، ولكن في حاجات تفوت الطالب، هذا الشيء. حاجات أخرى تضاف بالسلم المعرفي بناء على المرحلة اللي هو فيها، وبالتالي لا تأخذ المعلومات كاملة في المدارس، بالتالي استكمل في المراحل الجامعية وحتى بعد المراحل الجامعية في التعليم العالي، وضاف مفاهيم أعلى منها أيضا. جمع المؤنث السالم أول حاجة بدل على مؤنث، بدل على مؤنث. المؤنث هذا سمناه جمع مؤنث سالم لأنه المفرد سلم من التغيير، زي جمع المذكر السالم اللي تكلمنا عنه. جمع المذكر السالم، المفرد سلم من التغيير، إذا الجهتين المفرد سلم من التغيير. ولكن جمع المؤنث سالم فيه له خصوصية أخرى، فيه له خصوصية أخرى بطريقة معينة. جمع المؤنث السالم المفرد في بعض الحالات يكون فيه له تاء مربوط، مؤمنة، نقول مؤمنات، نشيل التاء المربوطة للمفرد بصير مؤمنات. جميلة، جميلات، طيبة، طيبات، فاطمة، فاطمات، رقية، رقيات. بنشيل التاء المربوطة المفرد، هذه التاء المربوطة هذه بتيجي علامة تأنيث، يعني مش أصلية في الكلمة، ولذلك لما نسويها من مفرد إلى جمع بنشيل التاء المربوطة، لأن التاء المربوطة علامة تأنيث للإسم. فاطمة على سبيل المثال التاء المربوطة مشان نميزها إنها مؤنث، نسويها فاطمة نشيل التاء المربوطة نزيد لها ألف وتاء. إذن جمع المؤنث السالم كل جمع سلم مفرده من التغيير، هذا واحد. نزيد لجمع المؤنث السالم ألف وتاء، فاطمة، مريمات، خديجة، مؤبدات، صادقات، طيبات، صالحات. إذن بالتالي هذا هو جمع المؤنث السالم. ولكن جمع المؤنث السالم في الإعراب في حاجة جديدة، يعني بنرفع بالضم، صح، نرفع بالضم، عفوا، نرفع بالضم، صح، بقدرش أحط عليه فتحة، خلوه بالك على طول أنه جمع المؤنث السالم لا يقبل الفتح في جميع الحالات، فبالتالي ننصبه بالكسرة. رأيت الفاطمات، مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يحب الله الصادقات، الصادقات مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. أما إذا أجت في حالة الكسر بطل الكسر بالوضع الطبيعي، بمعنى أن الكسر علامة نصب وعلامة جر في جمع المؤنث السالم، مش مشكلة أبدا. إذا جمع المذكر المؤنث السالم نرفعه بالضمة، ننصبه ونجره بالكسرة، إذا ما بيقبل الفتحة. لا يمكن جمع المؤنث السالم يقبل الفتحة إطلاقا. طيب، جمع المؤنث السالم في بعض الحالات بندخل عليها أسماء يعني غير عاقلة. أما جمع المذكر السالم اللي مر معنا في السابق لا يجوز أن أدخل عليه أسماء أو صفات غير عاقلة، كل شيء في حينه. نفتح على صفحة 84. جمع المؤنث السالم كل جمع دل على أكثر من اثنتين
بزيادة ألف وتاء زي ما حكينا على المفردة، وسمي جمع مؤنث سالما لأن مفرده سلم من التغيير. قارئ قارئة، التاء المربوطة تحسبوا لي إياها. طالب طالبة، مسافر مسافرة، عادي. التاء المربوطة مع المؤنث المفرد هي علامة تأنيث. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، إذا لا يوجد علاقة بين الفتحة وجمع المؤنث السالم. نشوف الأمثلة. نجحت الطالبات، ونجح فعل وثالث تأنيث، الطالبات فعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر، ما في أي مشكلة أبدا اللي بنعرفه احنا. تصوم المسلمات شهر رمضان، تصوم فعل مضارع، المسلمات فعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر. تقوم العاملات بعملهن، تقوم فعل مضارع، العاملات فعل مرفوع بالضمة، ما في أي مشكلة، مرفوع بالضمة الوضع الطبيعي. طلعوا ينصب بالكسرة، حطوا لي خطة ينصب بالكسرة. أكرمت أو أكرمت المديرة الطالبات، أكرم فعل، الثالث تأنيث المديرة فاعل، اللي أكرم المديرة، الطالبات مفعول به، الطالبات مفعول، لاحظوا الكسرة، الطالبات مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم بعيد. الطالبات مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، يحب الناس المسلمات أو يحترم الناس المسلمات، يحترم فعل المضارع، الناس فاعل، المسلمات مفعول به، وأي مفعول به بده يكون منصوب، ولكن نصبناها أنا بالكسرة. بسكتش بالكسرة، خطأ أني أسكت، بكمل منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة، المفروض يكون فتحة ولكن ما بنقدر، منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، يحترم العاملون العاملات، يحترم فعل مضارع، العالمون العاملون فعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، موضوعنا اللي أخذناه في السابق. العاملات العاملات، لاحظوا الكسرة تحت التاء، شوفوها هي موجودة في الكتاب، مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وبعيد وبتركزوا عليها، مفعول به منصوب بالكسرة. بوقفش، تصير مشكلة، تصير غلط في النحو، بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، يجر بالكسرة بالوضع الطبيعي، دام الكسرة على مجر. سمعت رأي الطالبات، سمع فعل وانتهى فعل، رأي مفعول به وهو مضاف، والطالبات مضاف، مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخر، مضاف إليه بيجي مجرور والكسرة وضعه الطبيعي. هذا جهد من المسلمات، هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، جهد خبر مرفوع بالضمة من حرف جر، المسلمات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، عادي. المسلمات نعت، نعت أوصف نفس المعنى، نعت مجرور، اللي قبله مجرور بكون نعت مجرور، نعت يتبع المنعوت في جميع الحالات، نعت مجرور بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هذه خدمة من العاملات، هذه اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، خدمة مرفوع بالضمة من حرف جر، العاملات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لا جديد، بس بدي أهتم في حالة النصب حقيقة. طيب، ما هي الحالات اللي بيكون عندي فيها جمع مؤنث سالم؟ الأسماء التي تجمع جمع مؤنث سالم هي أعلام الإناث، فاطمات، جميلات، خديجات، مريمات، صالحات، سميحات، أمينات، كل ألفاظ البنات اللي بنزيد لهم ألف وتاء، كل أسماء البنات كلها هذا جمع مؤنث سالم. وما ننسى إنه المفرد بنشيل منه التاء المربوطة، لأن التاء المربوطة هي علامة، علامة للتاء. شوفوا رقم 2 ما ختم بالتاء، مثل فاضلات، عاملات، نازلات. ايش اللي فهمتوا من فاضلات وعاملات ونازلات؟
اللي هي عبارة عن إيش؟ صفات جمع المؤنث السالم: طيبات، صادقات، مؤدبات، مهذبات، جالسات، سامعات. إذن هذه كلها هي عبارة عن إيش؟ أسماء أو صفات بتكون آخرها ألف وتاء. مش بس هيك، شوفوا رقم ثلاثة: ما ختم بألف التأنيث المقصورة مثل كبرى. كبرى وحدها فيها ألف مقصورة، لما تجمعها بصير كبريات، ذكرى ذكريات، صغرى صغريات، حبلى حبليات. إذا ألف التأنيث الهمزة المقصورة بأشيلها وبحط بدالها، بحول الألف المقصورة كبرى، بحول الألف المقصورة لياء وزيد عليها ألف وتاء. ذكرى عند آخرها ألف مقصورة، بحذف الألف المقصورة ما يناسب الألف المقصورة الياء، بزيد عليها ألف وتاء. صغرى بصير صغريات، الألف المقصورة بشيلها بحط ياء وزيد ألف وتاء. حبلى في ألف مقصورة، بشيل الألف المقصورة بحط ياء وزيد لها ألف وتاء. إذا كل اسم في آخره في المفرد طبعا ألف التأنيث المقصورة عندنا بجمعه جمع مؤنث سالم. طيب رقم أربعة: ما ختم بألف التأنيث الممدودة: صحراء. يكون عندي ألف وبعد الألف همزة بسمي ألف التأنيث الممدودة. لاحظوا صحراء مفرد في ألف وراء همزة، شو بصير؟ بصير صحراوات. ماذا حدث؟ ننتبه كويس. صحراء حذفنا الهمزة وحطينا بدالها واو وجدنا ألف وتاء، بصير صحراوات. بيداء ألف وهمزة، بحذف الهمزة، الألف بخليها، بغير الهمزة إلى واو بصير بيداوات. حمراء نحذف الهمزة بحولها إلى واو، حمراوات. سوداء في آخرها همزة، بحذف الهمزة بحط بدالها واو بصير سوداوات. وهكذا غيداء، غيداوات، غيداء معناتها الفتاة الجميلة. حولاء اللي في عينها حول، حولاء، حولاوات. عرجاء، عرجاوات. خرساء، خرساوات. عذراء، عذراوات. خلينا فهمكم إياها، هذه عبارة عن إما أسماء جمادات زي صحراء، وإما ألوان حمراء، خضراء، صفراء، زرقاء، صفراء، بيضاء إلى آخر ما هنالك، وإما صفات. ولكن الصفات هذه صفات عيوب، يعني واحد مثلا نقول حولاء عيوب، هذه عرجاء، خرساء، عذراء. إذا بالتالي أي اسم آخره ألف وبعد الألف في همزة نسميه ألف التأنيث الممدودة، بنحذف الهمزة ونغيرها لواو ونزيد لها ألف وتاء. إذا اللي فيها ألف تأنيث ممدودة بجمعها جمع مؤنث سالم أوتوماتيك. أنتم بتجمعوها، لو أقول لكم صحراء اجمعوا لي إياها صحراء، بيداء بيداوات، نجلاء يعني ذكية نجلاوات، رقشاء رقشاوات، رقشاوات، صبحاء صبحاوات. إذا بحذف الهمزة بحولها لواو وبزيد ألف. نيجي على خمسة: مصغر غير العاقل مثل درهم، بنصغره بصير دريهم. بجمع التصغير دريهما. خلينا نفهمها كمان مرة: درهم بأصغره بصير دريهم، اجمع التصغير دريهما. إذا تصغير غير العاقل، شوف الدراهم غير عاقلة والدار غير عاقلة، شوف الأمثلة: درهم دريهم دريهمات، دار دويرة دويرات، دار صغيرة يعني، قرية قرية قريات، قلعة قليعة قليعات،
شريحة شريحة شريحات، حفنة حفينة تبعت اليد هذه اللي هيك نسويها، حفنة حفينة حفينات، كتاب كتيب كتيبات. إذن إذا بكون عندي اسم مصغر وغير عاقل بأجمعه جمع مؤنث سالم. صفة غير العاقل مثل أيام معدودات، أيام غير عاقل بدي أعطيها صفة، لو أقول أيام معدودات، أيام طويلات، أيام قاسيات، أيام طيبات، أين حط لأي صفة بعد الأسماء اللي بتدل على غير عاقل بدها ألف وتاء غصب عنها مش كيفنا. عمارات عاليات، أشجار باسقات يعني مرتفعات، أراض واسعات. لو قلنا صفحات ناصعات، طرقات طويلات، شجيرات مرتفعات، بحيرات واسعات. إذن بالتالي صفة غير العاقل بنزيدلها إيش؟ ألف وتاء نجمعها جمع مؤنث سالم. رقم 7 اسم الجنس لغير العاقل مثل حمام. إيش معنى اسم الجنس؟ بمعنى أنه هذا الكلام لا اسم ما بتغير شو هيك بجوز لحاجة معينة. حمام حمامات، واجبات مطارات إعلانات، كلها غير عاقل. نيجي لرقم 8 الاسم الأعجمي. في عندنا كلمات غير عربية دخلت على اللغة العربية احنا مجبرين عليها. الاسم الأعجمي الذي لم يعرف له جمع مثل كمبيوتر، كلمة غير عربية نجمعها نقول كمبيوترات، نفس كمبيوتر بنزيد لها ألف وتاء. ليش؟ لأنه هذا اسم أعجمي يعني غير عربي، أجانا من لغات أخرى. تلفون تلفونات، كاميرا كاميرات، بوصلة بوصلات، تلفزيون تلفزيونات. إذن بالتالي أي كلمة غير عربية وبتكون طبعا غير عاقل نزيد لها ألف وتاء بنسميها جمع مؤنث سالم. في عندي حاجة إحنا بنسميها المصدر الذي تجاوز 3 حروف، اجتهاد. لاحظوا على اجتهد اجتهد 5. إذن هذا مصدر خمسي. أي مصدر أكثر من 3 حروف بزيد له ألف وتاء. مثلا اعتماد اعتمادات، اصطلاح اصطلاحات، تعريف تعريفات، إنجاز إنجازات، استمرار استمرارات، احتدام احتدامات، ازدحام ازدحامات، اهتمام اهتمامات، ارتفاع ارتفاعات، انخفاض انخفاضات. إذن هذول كله لو ترجع للفعل تلاقي أكثر من 3. ارتفاع أساس ارتفع ارتفع أكثر من 3. انخفاض أساس انخفض انخفض أكثر من 3. إذن بسيط بألف وتاء ما فيها مشكلة أبدا. نشوف الأمثلة. اجتهاد بصير اجتهادات كله ألف وتاء. نأخذ الأمثلة العمودية، اجتهاد اجتهادات، اقتباس اقتباسات، نجاح نجاحات، استقراء استقراءات، ارتواء ارتواءات، نداء نداءات، انعام انعامات، اهتمام اهتمامات، استقدام استقدامات، افتراض افتراضات، استحقاق استحقاقات، التفاف التفافات، اكرام اكرامات، تعريف تعريفات. كل هيك هذه مصادر لافعال اكثر من 3. ارجع للفعل بتلاقي اكثر من 3، بده يكون رباعي او خماسي او سداسي. هذا في عندي الان امثله، بس بدنا نجرب الامثله هذه نشوف شو بصير فيها، نشوف شو فيها، بس نطبق الكلام اللي قلناه. الصديقات مخلصات، الاعراب موجود امامكم ما في مشكله ابدا. الصديقات مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره على كل، عادي معروف.
مخلصات خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخر لاجل جمع مؤنث سالم. ان الممرضات مخلصات، هنا نعرف بحال تناصب شبه السيوط نحط كسر، ما بنقدر نحط فتحة. إن الممرضات مخلصات، إن حرف ناسخ من أخوات إن. الممرضات اسم إن، واسم إن بده يكون منصوب غصب عنا. هنا لأنه جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، إذا اسم إن بده يكون منصوب، ولأنه جمع مؤنث سالم بدنا نصبه بالكسرة بدلا من الفتحة. مخلصات خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لا يوجد أي حاجة فيها خطأ ولا فيها أي صعوبة. نيجي على المثال اللي بعده، كانت الطالبات مجتهدات، طبعا كان في ناسخ من أخوات كان، والتالي التأنيث، الطالبات اسم كان مرفوع بالضمة. مجتهدات، لاحظوا مجتهدات خبر كان منصوب غصب عنا، بده يكون منصوب خبر كان، لكن جمع مؤنث سالم كيش بدي انصبه؟ بدي انصبه بالكسر. اذا كان فعل ناسخ من اخوات كان، والتالي التانيث، الطالبات اسم كان مرفوع لما ترفع الضمه الظاهره على اخره، مجتهدات خبر كان منصوب، خبر كان بده يكون منصوب، وعلامه نصبه الكسره. هيا شوفوا الكسره، مجتهدات بدلا من الفتحه، بدك تحط هذه العباره بدي اياها انا، بدلا من الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. شوفوا المثال اللي بعده، تهتم المديره بالمجتهدات الباحر جر، طبعا تهتم في المضارع، والمديره فعل مرفوع بالضمه، الباحر جر المجتهدات اسم مجرور بالباء، وعلامه جره الكسره الظاهره على اخر حال، علامه الجر موجوده كسره بس بالفتحة بدها ايش؟ وضع اخر، تصير منصوبة بالفتحة بدلا من الكسر. في ملحق بجمع المؤنث السالم ولكن محدود جدا 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 جدا، في ملحق زي ما جمع المذكر السالم في ملحق، جمع المؤنث السالم في ملحق، ولكن عدد كلماته محدود جدا. افتحوا لي صفحة 88، يلحق بجمع المؤنث السالم الفاظ بعينها منها بنات. يا جماعة ليش احنا كلمة بنات ملحق؟ احنا قلنا جمع المؤنث السالم لازم المفرد يسلم من التغيير، بنات المفرد بنت بنت. طب انا لو بدي اسويها على نفس الطريقة على نفس المثال ونفس التعريف تبعها، بنت بنقول بنتات، ولكن لا يجوز ان نقول بنتات. ماذا حدث؟ حذفت التاء، اذا المفرد صار عليه تغيير، ما دام صار عليه تغيير فهي ملحق بعيد. بنت المفرد بنت، المفروض اقول بنت وزيد لها الف وتاء بصير بنتات، بس ما في عندنا كلمه بنتات، صارت بنات، اذا حذفنا منها التاء في بنت في المفرد، راح من المفرد حرف. إذا بالتالي هذه لأنها ملحق بجمع المؤنث السالم. ليش؟ بينك وبين نفسك بدك تعرفها. لأنها لأن المفرد لم يسلم من التاء. أخوات. المفرد إيش؟ أخت. اجمعها اخوات، وين راحت التاء؟ نفس الكلام ملحق. اذا اخوات لان مفردها اخت وسقطت التاء في جمع المؤنث السالم. اولاد اساسها اولى في الف مقصوره، وين راحت الالف المقصوره؟ اول ات، راحت الالف المقصوره. اذا راحت الالف المقصوره اذا المفرد صار في تغيير. اذا بالتالي بدنا نشوف الكلمات اللي بصير فيها تغيير في جمع المؤنث السالم بتكون ملحق. في كمان اسماء بنات عادي، بركات، في واحد اسمها بركات، عنايات، عرفات، ممكن يكون مذكر كمان، عطيات، زينات، اذا كانت هذه الكلمه تعني علم، اسم علم،
في بنت اسمها بركات، كل ملحق، بس بقول هذه بركات من الله مش ملحق. عنايات، هذه عنايات ربانية ليس ملحق، ولكن إذا في بنت اسمها عنايات كل ملحق. عرفات سواء مذكر ولا مؤنث، في ناس بيسموا عرفات ملحق غصب عنها، هذا لغة. عطيات موجود الاسم في مصر، زينات، إذا هذه كلها ملحق. الآن بدنا ندخل شوية على التدريبات، ومش صعبة أبدا، بس انتبهوا لما أقول. ضع خطا تحت جمع المؤنث السالم واعربه فيما يلي: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. كنا أولات، طبعا بتكلم عن النساء اللي بتطلقوا، حاملات في لهن نفقة على الأزواج. طبعا أساسها كان أخوات كان، والنون هذه المشددة نون النسوة اسم كان، أولاد خبر كان، هذه كنا أساس كان، أولاتي خبر كان منصوب، دائما خبر كان بده يكون منصوب. بيش نصبناه؟ بالكسرة، هيا قد شوي مرة، أولاد منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر وجمع المؤنث السالم. بعيد وبابا نبه، كنا أولاد أساسا كنا، النون هذه بدل هن، كنا هن، النون هذه بدال هن، إذا أساسا كان فعل ناسخ، والنون هذه للنسوة اسم كان، أولاد خبر كان، خبر كان بده يكون منصوب. أولات زي ما مر معنا أساسها أولى، الألف المقصورة انحذفت، شو بتكون؟ خبر كان منصوب بالألف لأنه ملحق بجمع المذكر، جمع المؤنث السالم. طيب نيجي الآن، الأبد كلها مكس، يعني في شيء ملحق وفي شيء ملحق، يعني ننتبه. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع فعل ماضي، كرسيه فعل وهو مضاف إليه مفعول به، السماوات مفعول به، مفعول به منصوب بيش؟ بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن السماوات مفعول به، المفعول به بده يكون منصوب لأنه ألف وتاء آخره بده يكون، بده يكون ايش؟ جمع مؤنث سالم، مفعول به منصوب بالكسره بدلا من الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. بعدها وفي الارض ايات للموقنين. يا جماعه انا حكيت وبعيد كمان مره، في حاجات في النحو بتظهر لنا واحنا بدنا نكون فاهمينها. شو بقول؟ وفي الارض ايات للموقنين. في الأرض جار ومجرور، لا يمكن أن يكون الجار والمجرور مبتدأ أبدا إلا يكون خبر، وفي هذه الحالة في الأرض جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ما دام حطنا خبر في الأول ما بنقدر نقول الخبر ونسكت، والخبر مقدم. ماذا يحتاج الخبر المقدم؟ ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مبتدأ مؤخر. إذا آيات مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على أساس آيات الأرض للموقنين، لكن لا يجوز أن نكون يعني نتعدى على النص القرآني هذا الشيء. النص القرآني صحيح بدلالة أننا لا نستطيع أن نبدأ بالنكرة. علماء اللغة ماذا قالوا؟ ماذا قال ابن مالك؟ وماذا قال العلماء؟ قالوا ولا يجوز الابتداء بالنكرة، مثالها كعند زيد النمرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة، يعني بقدرش أسوي المبتدأ نكرة، مش ممكن. نشوفوا البعديها أربعة: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن حرف نسخ من أخوات إن، اسم إن بده يكون منصوب، الحسنات اسم إن منصوب بإيش؟ الجمع مؤنث سالم، منصوب بالكسرة، هاي الكسرة موجودة.
إذا الحسنة اسم إن منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يذهبن السيئات، يذهب فعل المضارع ونون النسوة فاعل، والسيئات مفعول به، مفعول به بده يكون منصوب، احنا نصبناها بالكسرة غصب عنه وهذا هو صح قرآن هذا. إذا السيئات مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. خمسة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا نهي، تتبعوا فعل مضارع والفاعل الواو، تتبعوا خطوات مفعول به، معنى هيك أي مفعول به بده يكون منصوب. أتت جمع مؤنث سالم منصوب بإيش؟ بالكسر بدلا من الفتحة. إذا شو بكل إعراب؟ خطواتي مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ست، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سورة الطلاق، بمعنى أنه النساء اللي بتطلقوا معهم أولاد أو حاملات إنهم يعني عدة، ولازم يعني ينتظر الرجل كل عدة ويصرف عليها حتى تنقضي العدة، أو إذا كانت حامل حتى تضع الحمل. وأولاد، الواو حرف عطف مناش فيها، الواو الأولى، أولاد ملحق، طالعوا أي أولى، أولاد اللي فوق الأسماء الفوق في على الصف، أولاد مبتدأ مرفوع بالضم، عادي بالوضع الطبيعي. بس شو بدي أقول؟ بدأ مرفوع بالضم الظاهر على، ونعرف إنه إيش ملحق، بس بقولش لأنه ملحق، ما بقول لأنه ملحق إلا في حالة النصب، لأنه ملحق أو لأنه جمع سالم، بس هذا خلاص. الملحق كان في حالة الرفع بظل كما هو. إذا أولى مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على آخر. سبع، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على آخر، تبيح فعل مضارع المحظورات مفعول به، تبيح المحظورات، تبيح فعل مضارع المحظورات بده يكون مفعول به، يكون مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من فتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، ثمانية، إن المجتهدات متابرات. المجتهدات اسم إن، إن حرف ناسخ، خلوا بالك. المجتهدات اسم إن منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة، اسم إن منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. متابرات خبر مرفوع بالضم الظاهر على. إذا ننتبه لحالة النص في جمع المؤنث السالم بيكون منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة. وقف الحجاج على جبل عرفات، وقف فعل، الحجاج فعل، على حرف جر، جبل اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، وعرفات مضاف إليه، عرفات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، علما أن عرفات ملحق، بس خلص هو مجرور بالوضع الطبيعي بالكسرة. تهتم الأمهات بتربية أبنائهن، تهتم فعل مضاف، فعل مضارع، الأمهات فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، جمع مؤنث سالم صحيح، والضم يظهر وضعت عليه بالوضع الطبيعي، ما في أي مشكلة. رقم 11، قال الشاعر طرفة بن العبد: ألا أي هذا الشاعر، ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، كسرة حطوا لي كسرة تحت اللذات، أشهد وأن أشهد اللذات، أشهد فعل، فعل ضمير مستتر تقديره، وأنا بتكلم عن نفس الشاعر، اللذاتي مفعول به، أي مفعول به بده يكون منصوب لأنه آخر ألف جمع مؤنث سالم، بده يكون منصوب بماذا؟ كسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. بعيدا، اللذاتي مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.
رقم 12 قرأ الطالب صفحات من الصحيفة. قرأ فعل، طالب فعل، صفحات مفعول به. ما دام مفعول به بده يكون منصوب. ما دام جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة بدل من الفتحة. إذا شو بتكون صفحات؟ صفحات مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هذه صحراوات واسعة، هذه مبتدأ صحراوات الخبر، خبر مرفوع بالضم الظاهر على آخره، ما فيه أي شيء. قرأت أمهات الكتب والمخطوطات، والله بدي أنتبه للمثال هذا. قرأ فعل وتفاعل أمهات. طيب أمهات إيش المفرد تبع أمهات؟ أم. طيب أمهاتي، قرأت أمهاتي، المفرد زي ظل زي ما هو أم، زدنا لها ألف وتاء، زدنا لها زيادة. المشكلة إنه المفرد بخس منه حاجة، مش بنزيد إشي من عنا، اللي بنزيد وما في مشكلة فيه. أما المشكلة إنك تخسس من المفرد. إذا أمهاتي مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وهو مضاف الكتب المضاف إليه. والمخطوطات، المخطوطات عطفناها على الكتب، الكتب مضاف إليه مجرور. إذا المخطوطات اسم معطوف على الكتب مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بعيد المثال لو سمحت. قرأت، قرأ فعل والتاء فاعل. أمهاتي مفعول به منصوب بالكسر بدلا من الفتح لأنه ملحق جمع المؤنث السالم وهو مضاف، والكتب المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. عطفت المخطوطات على الكتب، الكتب مجرورة، إذا المخطوطات مجرورة. إذا الواو حرف عطف، المخطوطات اسم مجرور، اسم معطوف على كتب مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب 15، أوضح المحاضر اهتمامات كثيرة في محاضرته. أوضح فعل المحاضر فعل، اهتمامات مفعول به، مفعول به منصوب، منصوب بإيش؟ بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. الأبيات الخمسة القادمة من قصائد مختلفة لي. جيوش الشر زجرت وتاهت وضاعت تحت رايات الجنود. حطوا لي كسرة تحت رايات. ضاع فعل وثالث تأنيث تحت ظرف وهو مضاف، ورايات مضاف إليه. أي مضاف إليه بتكون مجرور. حطوا لي كسرة تحت رايات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بالوضع الطبيعي بقولوش لأنه جمع مؤنث سالم، لا هو عادي جمع المؤنث السالم وخذ كسرة، بس القصة في حاجة الفتحة. طيب بدي أشوف على صفحة على رقم 17، تزهو بعز في ذرى الآفاق، نتكلم عن النحو. تحكي روايات مع الأمثال، تحكي فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هي عن النخلة. روايات مفعول به، المفعول به لأنه جمع مؤنث سالم، بدنا نحط له فتحة، مش قادرين، بنحط بدلها كسرة. إذا شو بصير؟ روايات مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذا مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وحطوا لي كمان كسرة تحتها مشان تبقوا عارفينها. نفس الكلام نتكلم عن النخلة. ورسولنا قد عزها بصيامها وتر من الحبات بالتهلال. وتر
أي عدد فردي وتر، 1 3 5 7، إحنا نأكل إما حبة وإما 3 حبات، هو المنظم 3 حبات وتر. وتر مبتدأ، من حرف جر، الحبات اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره، لا يوجد فيها أي شيء أبدا. من الحبات مجرورة بالكسر بالوضع الطبيعي. نتكلم عن الساعة، تزهو بمعصم كل شهم ماجد، هي تحفة الساحات والجدران، الناس أصحاب الخير الشهمين اللي مقيمة بلبس الساعة على أيديهم، وأيضا بحطوها على الساحات في الميادين الكبيرة بحطوا ساعة، وبعدين في البيوت عندنا على الجدران بحطوا ساعات. طبعا قصيدة الساعة هذه هي تحفة الساحات، هي مبتدأ، تحفة خبر، وهي مضاف، والساحات مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالكسر بالوضع الطبيعي. إذن الساحات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره، لا جديد مرة. نتكلم عن واحد يعني بظل يعمل خير وبنصح الناس، كلامه كله طيب، يجافي ترهات القول دوما ويخشى الله في حقب الزمان. يجافي في المضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عن ذلك الإنسان، ترهات، والبي ترهات يعني مبتعد، ترهات معناتها الأكاذيب الأباطيل الأشياء الفاسدة، هذه هي ترهات، كل شيء غلط ترهات. إذا ترهات مفعول به منصوب، بدي أحط الفتحة مش قادر، إذا منصوب بإيش؟ بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جامع مؤنث سالم. إذا ترهات مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جامع أن سالم. انتهى الموضوع، موضوعنا مش صعب، بس بده ينتبه الواحد لو شفناه في أي مكان في القرآن الكريم كثير موجود الحاجات تجمع المؤنث السالم بهذا الوضع، فبالتالي إذا إحنا بدناش ننتبه للقرآن ننتبه للغتنا بنصير نكتب غلط وبنقرأ غلط وبنشكل غلط، وهذه الكلمات المؤنثة في جمع المؤنث السالم قد ما إحنا نتكلم فيها قد ما نتكلم فيها موجودة كثيرة جدا في القرآن، وعلينا أن نعرف حالات النصب تكون في كسرة ما بتكون فتحة. انتهينا بهذا القدر وخلصنا الموضوع مع تدريباته، والله يعطيكم العافية، شكرا لاستماعكم، إن أرجو الاطلاع على المادة، وبالتالي المادة في الكتاب موجودة بس أنا وضحتها في الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.